لقد وصلت. لا تنسي أن تدرسي على الامتحان. حسناً سوف أدرس. أراك غداً. مع السلامة. لقد عدت. لقد عدت من المدرسة. ما بك أختي؟ لقد تأخرت اليوم. اعذريني أختي، لقد كان يوم طويل. حسناً، ألا تريدين الذهاب معي إلى صالون الحلاقة؟ أختي، إني مرهقة ومتعبة، لا أستطيع الذهاب معك، علي امتحانات كثيرة. من سوف تذهب معي؟ لا أريد. آسفة أختي، أريد أن أذهب لأرتاح ثم أدرس قليلاً. مع السلامة. حسناً، سفرين على صوفيا. صوفيا، كيف حالك؟ أريد الذهاب إلى الصالون، هل لديك بعض الوقت للذهاب معي؟ لا، في المتجر. حسناً، سوف أهدفك مساءً. ماذا سوف أفعل؟ هاي جيمي، كيف حالك؟ كيف حالك أنت؟ أحضرت لك صديقة جديدة، أتقبلين بها؟ صديقة جديدة؟ نعم، صديقة جديدة، ذوات الشعر الجميل. لي؟ أين هي؟ ها هي. وأخيرا سوف تصبح لي صديقة لها شعر مثلي. كيف شكلها؟ لا أدري، هيا لنفتحها. هيا بنا، هي صديقة جديدة. مرحبا يا أصدقاء في قناة الكيدز تويز. اليوم لدينا LOL سيربرايز جديدة، الهير جولد من ذوات الشعر الجميل. هيا يا أصدقاء لنفتح LOL سيربرايز الجديدة لتنضم لعبة جديدة إلى عالم LOL سيربرايز. أمل أن تطلعي أنت. أقلت هذه؟ إنها جميلة، لا أريد أحدا أن يكون أجمل مني. جيمي، لا أدري ما هي، صبرك قليلا. أرى ماذا يوجد لنا. فوضى وكراكيب زائد أرنب، ماذا تعني؟ إنها لعبة جديدة. وهنا بعض إكسسوارات الشعر. حسنا، ماذا يوجد؟ إنها السلسلة. كرات جميلة. وها هي. جيمي، تعالي واجلسي هنا. تشوق لرؤيتها. هيا، يا ترى من أنت؟ واحد، اثنان. انظر ما أجملها. من أنت؟ واحد، اثنان، ثلاثة. انظروا كم هي جميلة. انظروا الشعر الوردي. أجمل مني. لا يا جيمي، أنت جميلة. مرحبا. يا لك من جميلة. انظروا كم هي جميلة، عينان زرقاوان وشعر وردي. انظروا ما هذه البيجامة الرائعة. نكمل. انظروا ما أجمل ملابسها، كم هي جميلة وأنيقة. مشط جميل. أيضا ماذا يوجد؟ وانظروا ما أجملها، حافظة ماء وردية. لا يوجد أيضا. انظروا ما أجمل هذا الإكسسوار، كم أحببته. إنه حذاء وردي جميل. أرى من أنت هنا. أها هي. حسنا، هيا لنلبسك. أها أنا. انظروا كم هي جميلة. مرحبا بك في عالم LOL سيربرايز. مرحبا صديقتي الجديدة. مرحبا. هيا يا جيمي لنذهب إلى الصالون، أريد أن أصفف شعري مثلك. هيا. حسنا لنذهب. هيا.